للمزيد حول تصاعد الانتهاكات الصهيونية ضد الفلسطينيين تزامنا مع يوم الشهيد، ينضم إلينا السيد أيمن دلول الصحفي الفلسطيني عبر الهاتف من غزة. سيد أيمن، بداية مرحبا بك. 100,000 شهيد فلسطيني منذ النكبة وحتى آخر العام الماضي، أرقام يعني تذكرنا بها أو تذكرنا بيوم الشهيد الذي يمر علينا اليوم. تبقى جثامين المحجوزة لدى الاحتلال، تبقى جرحا يفتح كل عام في هذه الذكرى. كيف ترى جهود السلطة لاستعادة جثامين الشهداء بعد مرور كل هذه السنين؟ عفوا، التحية لكم وللجميع. حقيقة نتحدث عن 100,000 شهيد، هذا ما تم توثيقه ربما في الذاكرة الفلسطينية منذ الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية وما قبلها من نكبات مختلفة. نتحدث هذه الأيام عن المئات من جثامين الشهداء المحتجزة لدى الاحتلال الصهيوني، ويصر الاحتلال على عدم الإفراج عن هذه الجثامين، بل يصر على يعني التي يفرج عنها تبقى لأوقات طويلة محتجزة لدى الاحتلال، ويقوم بالإفراج عنها بشروط مشددة كعدم إقامة بيوت عزاء أو عدم يعني تشييع الجثامين بجنازات مهيبة وهكذا. على صعيد السلطة الفلسطينية واضح بأن هناك حالة من الضعف الشديد في مسألة ضغط السلطة الفلسطينية على الاحتلال الصهيوني بالإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة منذ توقيع اتفاق أوسلو مع الاحتلال، وحتى الآن معروف ما بين الدول والأنظمة المختلفة أن توقيع الاتفاقيات والمعاهدات عادة ما يفضي إلى تبادل السجناء والإفراج عن السجناء المعتقلين، وهو ما لم يحدث مع أبناء الشعب الفلسطيني. حتى اللحظة وقعت اتفاقية تلو الأخرى مع الاحتلال الصهيوني، ولا يزال هناك مئات الأسرى محتجزين في سجون الاحتلال منذ ما قبل اتفاقية أوسلو، وكذلك يوجد مئات المحتجزين من جثامين الشهداء. طيب، هناك حالة من التقصير الرسمي، هذا ما يلحقه المواطن الفلسطيني. أستاذ أيمن، يعني فيما يخص احتجاز جثامين الشهداء، يعني تعد واحدة من الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال، ولكن لماذا يحتجز الاحتلال هذه جثامين؟ يعني جثامين الشهداء، ما الغاية وما الهدف من احتجازها؟ يعني هي بالمحصلة الاحتلال ربما يحدث من وراء ذلك لأمرين. أولا، الأمر الأول استغلال هذه الجثامين كورقة قوة في حال حدثت صفقات تبادل مع المقاومة الفلسطينية كما حدث في صفقة شاليط، يعني ليشملهم مع العدد، وبدلا من أن يكون بدلا منهم أحياء من قبل الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. هذا أمر. والأمر الثاني هو أمر نفسي لدى الاحتلال، فهو يدرك بأن كل جثمان شهيد يتم الإفراج عنه، يتم دفنه بمراسم شعبية ورسمية كبيرة. هذه المراسم عادة ما يعقبها تخليد لذكرى الشهيد وتجسيد لقبره و اندلاع مواجهات مع الاحتلال في مراسم التشييع التي تجري، بالتالي هو لا يريد يعني حالة من الضغط الشعبي الفلسطيني قد تتطور من أعمال شعبية إلى أعمال مسلحة في مواجهة الاحتلال وغطرسة المتواصلة بحق الفلسطينيين. الانتهاكات طالت حتى الحجر، ويعني كل شيء مقدس، مع حديث مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس عن محاولة صهيونية لتفكيك قبة الصخرة. بما تفسر هذا التصعيد من جهة الاحتلال ضد المقدسات الإسلامية في الآونة الأخيرة؟ يعني من خلال التواصل مع شخصيات مقدسية وقيادات مقدسية معروفة وتشرف على إدارة المسجد الأقصى وغيره من المقدسات الإسلامية وغيرها في القدس، الواضح بأن الاحتلال الصهيوني منذ عدة سنوات وفي ظل انشغال العدد من الدول العربية بما سمي في حينه بثورات الربيع العربي وما تبعها من انتفاضات وحالة تردي في الأنظمة العربية، صعد
من وتيرة اعتداءاته على الأراضي الفلسطينية وعلى الممتلكات الوقفية وعلى غيرها. هناك إهانة للمقابر الإسلامية التي فيها قبور الصحابة والتابعين في القدس المحتلة، هنالك يتم عمليات تجريف لها، هنالك سيطرة على أموال وقفية متواصلة. كل هذه الإجراءات كانت تجري في حالة صمت رهيب من قبل الأنظمة العربية والشعوب العربية المشغولة بذاتها نتيجة الأحداث الداخلية، الأمر الذي جرأ قادة الاحتلال الصهيوني لمواصلة هذه الممارسات، خاصة حينما اكتسبوا شرعية من خلال التطبيع مع العديد من الأنظمة العربية التي تساقطت الواحد تلو الآخر في أحضان الكيان الإسرائيلي. هذا التطبيع كرعن للاحتلال وأعطى للاحتلال قوة في استمرار ومواصلة انتهاكاته المتواصلة بحق المقدسيين والأراضي الوقفية وغيرها في القدس وغيرها. طيب، المقدسيون باختصار يتوقعون، باتوا يتوقعون في أي لحظة أن يستيقظوا على هدم المسجد الأقصى كاملا وليس فقط قبة الصخرة. طيب أستاذ أيمن، كيف ترى أو كيف تقيم جهود الدول الراعية للمقدسات الإسلامية لوقف هذه العمليات التخريبية؟ يعني التقييم واضح. للأسف الشديد العلاقات مع الاحتلال كانت في الماضي تجري من تحت الطاولة. اليوم نحن نشاهد هناك مبارزة للأسف الشديد ما بين الأنظمة العربية أيهما يسبق الآخر إلى الكيان الإسرائيلي، رغم أن العديد من الأنظمة العربية طبعت قبل عقود من الزمن وأحوالها كما نرى، كما الأردن ومصر. فالتسابق الذي يجري هو مدان من الشعب الفلسطيني، وربما هو شكل خنجر في ظهر الشعب الفلسطيني، خاصة التطبيع الأخير الذي جرى من المغرب التي تقول بأنها هي كانت قائدة منظمة المؤتمر الإسلامي والتعاون الإسلامي وتطبع مع الاحتلال بهذا الشكل، كانت حقيقة ضربة مدوية للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني. هنالك حالة من الامتعاض الشعبي الفلسطيني ومن الأحزاب السياسية الفلسطينية من هذه الحالة من التطبيع وانعكاسها على مواصلة الاحتلال، كذلك لسحب العديد من الأنظمة العربية إلى ساحته ليكونوا في مواجهة الفلسطينيين بدلا أن يكونوا معهم في الدفاع عن المقدسات الإسلامية التي هي من مسؤولية كل الأنظمة العربية وليست مسؤولية الفلسطينيين وحدهم. طيب أخيرا، مع تنصيب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن في 20 من الشهر الجاري، إلى أي مدى تعتقد أن تتوقف ربما هذه الانتهاكات؟ هذه الانتهاكات ستتواصل. نحن مدركون بأن هذه الانتهاكات ستتواصل، ومدركون بأن من يراهن على الانتخابات الأمريكية ونتائجها خاسر بالتمام والكمال، ومدركين أيضا كذلك بأنه لا يمكن لأي رئيس في الولايات المتحدة الأمريكية أن يصل إلى البيت الأبيض دون أن يكون هناك رضا ودعم من اللوبي الصهيوني داخل الولايات المتحدة الأمريكية. بغض النظر سواء كان هذا القادم أزرق أو غيره، فكلهم في النهاية لا يأتون إلا لخدمة الكيان الإسرائيلي على حساب القضايا العربية والقضايا الفلسطينية. ربما يختلفون بالبرامج، لكن الخطوط الرئيسية العامة في الدعم الأمريكي للكيان الإسرائيلي تبقى متواصلة. نعم، عبر الهاتف من غزة السيد أيمن دلول الصحفي الفلسطيني، شكرا جزيلا لك.